بادئ ذي بادئ، فإنني أرحب بكم في مكتبنا الموقر وهو مكتب جعفر علوان والجزيري. نشأ منذ 45 عام على يد أستاذنا المرحوم الأستاذ سمير جعفر رحمه الله. أنا عملت بالمكتب من سنة 2011 بينما كنت داخل دولة الإمارات بعمل كمحامي منذ سنة 2004. عملت كمحامي مترافع في جميع محاكم الدولة سابقا، وحاليا مرخص في إمارة دبي وإمارة رأس الخيمة. من خلال هذا البرنامج أوجه الشكر والتحية لجميع شيوخ الإمارات وعلى رأسهم الشيخ زايد الله يرحمه، ومن بعده الشيخ خليفة وجميع شيوخ الإمارات لما حققوه من إنجازات على كافة المستويات، من مستوى تشريعي بالنسبة للقوانين التي تلاحقت مع كل الأحداث التي تمر بها البلاد من قوانين تشريعية وقوانين صحية وقوانين وكافة مناحي القوانين التي تلاحق المجتمعات الراقية والمجتمعات المتقدمة. نحن كرجال قانون نحس بهذا الإحساس أن الوضع وضع علي الأمم أو رفاهيتها أو حضارتها ينبني على ما تحققه الدولة من استقرار سياسي، واستقرار الاستقرار السياسي ده بيشمل جميع مراحل المناحي القانونية من تشريعات وصحة وتعليم وخطط وبنية تحتية فمنذ أن وطأت قدماي لهذه الدولة وأنا رأيت ما رأيت فيها من علو وتقدم منذ عام 2004، وكل يوم في جديد، كل يوم في جديد من حيث التشريعات ومن حيث تشجيع المستثمرين على الاتيان إلى الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال إمارة دبي نجد أنها لاحقت جميع أنحاء العالم المتقدم من نظم واقتصاد وسياسة ورعاية في كافة المناحي، شجعت كل من يريد أن يستثمر في دولة الإمارات أن يأتي ويقدم استثماراته فيها، وهذا من فضل ما حققه الاستقرار وما حققه شيوخنا الكرام بارك الله فيهم وعليهم ومدهم بالصحة والسعادة والعافية وأمدهم بطول العمر أساسا لما يحققوه وما حققوه من تقدم في دولة الإمارات العربية المتحدة التي نعتبرها هو الوطن الأول لأي إنسان يقيم في هذه الدولة. أي إنسان يأتي إلى دولة الإمارات فهي موطنه، لأنه يلاقي فيها كل ترحيب وكل حب وكل احترام وكل رعاية في جميع المجالات وجميع الحالات التي يسمو إليها أو التي أتى بسببها إلى هذه الدولة. كل عام وجميع المقيمين والشيوخ والأولياء العهود كلهم بخير وصحة وسعادة، أطال الله في عمرهم وأبقاهم لإسعاد الأمة العربية، مش إسعاد الإمارات بس يعني.